اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره والرئيسيه، واحنا كعادتنا يعني من 244 يوم لعمر العدوان على غزه، العدوان الوحشي من 7 اكتوبر، ولا نترك خميس او جمعه من هذا البرنامج او اليومين الا ولا بد ان نتطرق الى قضيه القضايا كما اسماها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القضيه الفلسطينيه والتداعيات والتطورات كثيفه جدا خلال الايام الماضيه. واحنا استعرضنا في مقدمتنا النهارده بعض الاخبار المتعلقة بميدانيا بما يحدث في القطاع، مش كلها طبعا، لكن عندنا تطورات ذات طابع سياسي وأمني وتفاوضي وداخلي في إسرائيل وداخلي أيضا في فصائل المقاومة، يعني معلومات بتذاع مصادر رفيعة من القاهرة النهاردة أن هناك يعني مش عايز أسميها مفاوضات، مشاورات فلسطينية لتوحيد الصف الفلسطيني. والوضع طبعا أنه مبادرة الرئيس بايدن أيضا تأخذ مسارات متعددة، اتجاه أمريكي لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يتعارض أو يتكامل أو يتناقض أو ما نعرفش إيه مع مشروع الجزائري. الخلاصة تطورات كثيرة، إحنا ما عندناش حد الحقيقة يعرف يفهمها لنا أفضل من صديقنا العزيزين، صديقنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. صديقي العزيز الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك يا دكتور. ربنا يخليك. دكتور أيمن، إيه اللي بيحصل؟ يعني اشياء كثيره جدا في نفس الوقت. طبعا بعد التحيه لك والدكتور عبد العليم ولكل السادات والساده المشاهدين والمتابعين الكرام، بالتاكيد هناك طبعا احداث كثيره جدا كما اشرنا انتقالا من ميدانيا الى طبعا سياسيا او امنيا. يمكن انا سابدا بما يحدث في الشارع الاسرائيلي اولا. هناك طبعا اليوم جينتس طبعا وزير في طبعا نسيت الشمال، انا يعني ذكرت الشمال اسرائيل، هذا شمال اسرائيل موضوع اخر طبعا، موضوع اخر ساتحدث به كثيرا لو كان هناك متسع من الوقت. لكن جينتس كان اليوم ينتهي طبعا فتره السماح التي منحها لنتنياهو، وقال له حتى يوم 8 من يونيو سيكون لنا موقف في الرد. وحتى الان هو اجتمع بحزبه ولم يقرر هل ينسحب من طبعا الحكومه ام لا. طبعا بعض وسائل الاعلام العبريه قبل ان اكون بدقائق قالت ان جينتس يقول انا سانسحب الا اذا حدث مفاجاه. ما هي المفاجاه التي سينتظرها جينتس؟ تاتي هل تاتي من نتنياهو ام اعلان حرب في الشمال؟ هذه المفاجأة بالنسبة لجينتس، أم ما هي المفاجأة بشكل أو بآخر؟ أو إعلان الاحتلال قبول طبعا ما قيل عن خارطة الطريق طبعا الأمريكية أو خطة بايدن. يمكن اليوم أيضا في الإعلام العبري طبعا يشار إلى أن الإسرائيليين لن يقبلوا خطة بايدن، رغم أنه بايدن خلال كلمته قال أنها خطة إسرائيلية. وهنا الغريب أنها خطة إسرائيلية والإسرائيل لم يعلن القبول بشكل أو بآخر. وحتى وأنت تتابع الإعلام العبري يقول نحن ننتظر رد حماس. حركة حماس منذ اليوم الأول أصدرت بيان قالت نحن ننظر بإيجابية إلى ذلك، وبالأمس استلمت النسخة النهائية للخطوط العامة للخطة. على فكرة وأنت تنظر إلى الخطة هي شبيهة جدا لخارطة تحدثت عنها مصر قبل 3 شهور، 3 مراحل، ويمكن دكتور أنت تحدثت عنها في حدود 3 مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مع بعض التعديلات لما يروق للأمريكان والإسرائيليين، عدلوا على الرؤية المصرية، ولكنها أساسها قوامها الهيكل العام هي الهيكل الذي اعتمدته مصر قبل 3 4 شهور. ويتم تناول اليوم في الإعلام العبري هذا الأمر بشكل كبير جدا. بجانب هذا هم ينظرون إلى ما يحدث في الشمال بالنسبة للكثيرون، يعني بالأمس سموتريتش في مسيرة الإعلام تحدث طبعا عن ضرورة الهجوم على لبنان ومنع حزب الله أن يطور مواجهته، خاصة أنه آخر أسبوع كان تصعيد طبعا غير مسبوق على كريات شمونة والجليل الغربي ومناطق مختلفة كثيرة في شمال فلسطين. وبتحدث عن أيضا مغادرة 60,000 طبعا مستوطن من يعيشون في المدن مستوطنات الشمال إلى عمق طبعا المدن، استعداد طبعا مدن الشمال لدخول في حرب من خلال توفير بعض الغذاء خلال الأيام الماضية، محط طبعا مولدات كهرباء. كل ذلك يعطي دلالة أنه قد يكون هناك طبعا هجوم على الشمال رغم استبعاد ذلك. لكن الغريب أن يتحدث رئيس كتلة الليكود في الكنيست طبعا بالأمس على أميكي
ظهر حول ضرورة أن يكون هناك هجوم على لبنان لكسر شوكة حزب الله قبل أن ينفذ عملية مثل ما حدثت من قبل حركة حماس في 7 أكتوبر. إضافة إلى كل ذلك هناك طبعا متغيرات على غزة. في غزة الاحتلال أعلن بالأمس على انتقال إلى مرحلة جديدة بالحرب في شرق المعسكرات الوسطى بالتحديد منطقة البريج، استدعى لواء جديد من فرقة 98 بدأت بالفعل في حرب برية مع استمرار الحرب في طبعا رفح. يمكن استغربت أنا اليوم تصريح كان على لسان أحد قيادة جيش الاحتلال أن العملية في رفح، عملية غزة بشكل عام البري، قد تنتهي من منتصف حتى نهاية شهر يونيو الحالي، وبعد ذلك سيعيد عملية التموضع وعملية تنفيذ نوعية للوصول إلى المرحلة التالية وهي اليوم التالي للحرب. أنت تقرأ ذلك تتوقع أنه في مشكلة، حتى مشكلة في قراءة ذلك. هناك خطة أمريكية يتم مناقشتها حول تهدى، ورؤية أخرى تحدث عن استمرار الحرب واستمرار المعارك. لذلك حتى نحن نرى أنه حتى عملية تأجيل قرار الجزائر هو يأتي من هذا المنطلق، فتح مجال للجيش الاحتلال لتنفيذ عمليات متواصلة في غزة وفي رفح بالتحديد. عظيم. طب دكتور عبد العليم، نحن مع حضرتك نقطة مهمة استلفتت نظر ناس كتير، دكتور أيمن أشار لجزء منها وحضرتك تعلق عليه طبعا، أنه الرئيس الأمريكي يعني طرح مبادرة مفصلة، وكان واضح للجميع بيرى ده يعني لإحراج الطرفين بأنه هذه الخطة يقبلوها وإلا. طيب وفيما وإلا بالمفاجأة المرة الأولى أيوه. انه امريكا بتستعين بصديق اسمه مجلس الامن أيوه. يعني امريكا تحتاج صحيح. فجاه الى ان تبلور مبادره رئيسها الموجهه، اللي هو بيقول انها مبادره اسرائيليه، وهو يخشى من رفض اسرائيل اللي حتى الان لم تلم موافقه، يلجا لمجلس الامن لاتخاذ شرعيه لمبادرته. تفسير حضرتك ايه لما يحدث؟ والله انا مبادره او مقترح الرئيس الامريكي بايدن يعني بصراحه في ظاهرها يعني ممكن يعني مقبولة وممكن تتناقش، ولكن هناك ظروف محيطة بها تجعل من المرء يتساءل كثيرا جدا. أول حاجة، إذا كانت المبادرة إسرائيلية لماذا يعلن عنها بايدن؟ ولماذا تعلن عنها الإدارة الأمريكية؟ فأنا طبعا تقديري أنه وراء ذلك ربما مقاصد. المقصد الأول هو تأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعة في هذه الحرب، وده أمر لا منازع، وعلى الأقل استنتاج ولا أمر لا نزاع فيه منذ البداية. لكن الأمر الثاني والأهم أنه تترك الفرصة والباب مواربا أمام نتنياهو للتملص مما أعلنه بايدن في مقترحه لصفقة التبادل، باعتبار أن هذه صفقة أمريكية وليست إسرائيلية، والتشكيك فيها، وقد بدأ هذا النوع من المناورات بدأ مبكرا. يعني قيل مستشار رئيس الوزراء قال ان النسخة التي تحدث عنها بايدن هي إسرائيلية ولكنها جزئية وتفتقد الى الدقة، وفي نفس الوقت ان النسخة التي بلغت بها حماس عن طريق مصر وقطر نسخة الإسرائيلية ليس فيها ما أشار إليه المقترح الرئيس الأمريكي بين حول وقف إطلاق النار أو وقف مستدام لإطلاق النار. فبالتالي هنا يعني في ألغاز وأسئلة كثيرة جدا تحيط بالمبادرة نفسها. نفس حتى جوهر المبادرة طبعا يعني فيه انسحاب وفيه وقف مستدام، ولكن أيضا فيه ألفاظ تحمل اكثر من دلاله. يقول لك الانسحاب من المناطق المأهوله، هو بقى فيه في غزه مناطق مأهوله وغير مأهوله، تفسير الانجليزي لكل غزه غير مأهوله، كلهم نازحين. يعني 90% من سكان غزه نازحين وفي معسكرات مناطق ركام، مفيش ناس. اذا يعني هذه واحده. اما الثانيه فهي انه اللجوء لمجلس الامن كما اشرت حضرتك، وهو تطور يعني مهم جدا في الموقف الامريكي. هي طول عمرها تستخدم المجلس ضد القضيه الفلسطينيه ولمساعده اسرائيل ولحجب الضغوط على اسرائيل. لماذا في هذه المره تلجا الولايات المتحده الامريكيه الى مجلس الامن؟ ولماذا ايضا تستصدر بيان من 17 دوله، منهم السبعه مجموعه السبعه ومجموعه العشرين ولا مجموعه ايه، على اساس انها تؤيد ما ذهب اليه المقترح الامريكي؟ فانا يعني السؤال المهم ان هو قد ينتج قرار من يصدر قرار من مجلس الامن اشبه ما يكون بقرار 242
بعد 67 بدون ألف لام التعريف أو بإضافة أو يعني يتيح هامش للسيطرة. وفي نفس الوقت أيضا أن المناخ الشرق الأوسط والمواقف الإسرائيلية، لأن نحن يعني في العلوم السياسية أو بشكل عام في العلوم في العلم لا نأخذ الشخص ولا نصدق ما يقوله الشخص إلا إذا قارنا ما يقوله بأفعاله وبسلوكه. صحيح ما فيش درجة من التطابق 100% بين القول والفعل، هناك دائما فجوة كده صغيرة، بس يعني فجوة 20% لكن هنا دي فجوة كاملة. يعني ما أن أعلن عن هذا المقترح حتى بادرت إسرائيل بارتكاب مذبحة جديدة في النصيرات في مدرسة للإيواء، وقتلوا من الشعب الفلسطيني ما يفوق 45 شهيد ومن الأطفال والنساء وكده. وفي نفس الوقت أيضا التصريحات الإسرائيلية التي تعيد التأكيد على الموقف الإسرائيلي الحاسم من الحرب، القضاء على حماس وإنهاء حكمها المدني واستعادة الرهائن، وكأن شيئا لم يكن، وكأن ليس هناك مقترح أمريكي من الأساس. فبالتالي المواقف دي كلها يعني تلقي مزيد من الغموض والإبهام حول يعني سلامة التوجه وحول القصد يعني من هذا التوجه. ولكن الأيام القادمة يعني قد تسفر عن شيء ما لا نعرفه على وجه التحديد، لأن نتنياهو لعب نفس اللعبة. وفي نفس الوقت أيضا القضية الأهم، لماذا تحمل حماس منذ البداية ومنذ الأيام الأولى لطرح هذا المقترح مسؤولية الرفض؟ لماذا ويصروا على أن تعلن حماس قبولها بداية قبل أن تعلن إسرائيل موقفها؟ هو سبق أن أعلنت حماس قبولها ورفض نتنياهو، هل ينتظر هذه المرة ما أن تعلن حماس عن قبولها لهذا المقترح حتى ترفضها إسرائيل؟ يعني ده موضوع تاني. في نفس الوقت إعادة إحياء خطة جالنت كما لو كانت تذكرة أو تكملة للمقترح الأمريكي، انه يعني السيطره على غزه وعن طريق حكم بديل للحكم المدني لحماس، هي مبادره طبعا قديمه منذ يناير 2024 وكانت تتعلق بتوزيع المساعدات الغذائيه وفشلت فشل ذريع، ونجحت لجنه التطوع التي شكلتها حماس بقياده العميد شرطه يعني فائق المبحوح واغتالته القوات الاسرائيليه. فبالتالي والتجمعات والقبائل الفلسطينية أعلنت على رفضها التام للتعاون مع مثل هذه الخطة. ثم أنه الأهم من كده الصدية أن إسرائيل تريد إنتاج نفس الفشل وتصر على نفس الأفكار. تبحث عن أنطوان لحد فلسطيني ولم تجده، ولم تجده لا في الضفة الغربية ولا في غزة. عظيم. وده بالضبط يعني الحيرة اللي دكتور عبد العليم بيثيرها دكتور أيمن تنتبني أنا شخصيا. يعني أنا ذكرت لجوء مجلس الأمن لأول مرة، أمريكا يعني تستعين بالشرعية الدولية اللي طول الوقت بترفضها، ولسه لنا في الحديث عن محكمة الجنائية الدولية أسوة حسنة التي تهدد، ومحكمة العدل وهي جزء من الشرعية الدولية. ثم واللي أشرت إن أنا كنت مجهز البيان معايا، البيان ال 17 دولة ومنهم واشنطن، لأول مرة أمريكا يعني تستعين بتحالف لمخبط إسرائيل. ماذا وراء الأكمة؟ يعني في إيه بالظبط؟ يمكن أنا أضافة لما تحدث عنه الدكتور عبد العليم، أولا خطة بايدن بما نشر منها فقط المرحلة الأولى بها وضوح، وهي مطابقة كليا للورقة المصري. المرحلة الثانية والثالثة بها غموض كبير جدا. يعني المرحلة الثانية تنتقل لها بعد 42 يوم في مرحلة مفاوضات خلال المرحلة الأولى للوصول إلى عدد الأسرى الفلسطينيين، آلية إطلاق سراحهم، انسحاب الاحتلال من شارع صلاح الدين المنطقة نتسريم، إعادة تموضع الاحتلال في مناطق مختلفة، إعادة الانتشار. وفي نفس السياق المرحلة الثالثة اللي قيل من 3 إلى 5 سنوات، في بعض الرطوش يعني ما تم تسريبه هو بعض الرطوش من المرحلة الثانية والثالثة، لكن المرحلة الأولى كانت أكثر وضوحا بالأرقام بالتفاصيل. لذلك أنا أعتقد طبعا يعني الخطة التي عرضها طبعا بايدن هي تحتاج إلى قوة دولية، لأنه واضح أن الإسرائيليين تنكروا أنها خطة نتنياهو. نتنياهو في لقاء مع سمو تريتشو بن غفير قال أن أنا لم أوافق وهذه ليست خطتي.
وأنا إذ وافقت سأوافق على المرحلة الأولى فقط لأخذ أسرايا وسأعيد استمرار الحرب. أكمل جالنت تصريح خطير جدا، قال نحن سنقسم غزة إلى جزر إنسانية، وقال أن جزر إنسانية قد يتم تقسيم غزة من 15 إلى 20 منطقة جديدة، يعني غزة اللي أصلا محاصر الناس بها، يعني الناس اليوم مضغوطة في غزة في منطقة الشريط الساحلي أكثر، تقسيمها إلى جزر إنسانية، ثم استغلال المؤسسات الإنسانية التي ستقدم مساعدات لميلاد قوة طبعا ناعمة داخل هذه الجزر لتكون قوة غير معادلة للاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه بنعرف أن احنا اليوم بعد 40 ألف شهيد وقرابة 80 إلى 90 ألف جريح و10 ألاف مفقود، نتحدث عن 10% من قطاع غزة طبعا أصبحوا في عداد إما شهداء أو مصابين. هل هو لا سيكون من بينهم من يخرج ليوافق على أن يكون هناك علاقة مع الإسرائيليين؟ بالتأكيد لا، وبالتالي صناعة الكراهية أمر صعب. رغم كل ذلك الآن نرى هذا الحراك الذي يتم في الأمم المتحدة الآن، جديد 17 دولة تطالب حماس والاحتلال الإسرائيلي بالقبول بهذه الورقة، واضح أن الطرفين حتى الآن لم يبدوا موافق. يمكن اليوم تصريح لسام أبو زهري من أحد القيادات أو الناطقين باسم حركة حماس، قال لسكاي نيوز، قال أن نحن لا نوافق على هذه الورقة، الورقة بها غموض كثير جدا، الورقة بها تجني، في حين وجهة نظر أخرى قالت من حماس أننا ندرس الورقة وسنعطي رد بناء على تفاصيل هذه الورقة، وبالتالي لم يوصدوا الباب. أنا أعتقد حماس لديها الآن من الذكاء ما يكفي لتقول نعم للورقة، أعتقد أنها ستقول نعم للورقة رغم ما بها من إخفاقات، وتستعد للمرحلة لليوم التالي لانهيار هذه الورقة، لأنهم يدركون أن هذه الورقة إذا طبعا وافقت عليها حماس إما نتنياهو سيتهرب كما حدث مع الورقة المصرية وقال أنه عدلت رغم كذب ولم يثبت بدليل واحد أن هذه الورقة التي رآها ويليام بيرنز آخر واحد قبل أن تسلم لحماس تم تعديل بها حرف واحد، ولكن طبعا للتهرب من ذلك. وسيقول كما تحدث أشار الدكتور عبد العليم أنهم سيقولوا أن هذه الورقة التي سلمنا إياها الأمريكان غير التي سلمت لحماس، وارد في الحسبان أن يتهربوا من ذلك، ثم تبدأ الأزمة من جديد. لكن أنا أعتقد حماس إذا وافقت عليها فهنا ستكون دخلت في ملعب السياسة من واسع أبواب، نحن سنوافق رغم تحفظنا على الورقة ولكن نحن نريد ضمانات دولية، هذه الدول ال17 هي ضمانات دولية. أنا أعتقد أن حتى الذهاب إلى مجلس الأمن لأنه تأجيل التصويت على المشروع الجزائري من الخميس الماضي بناء على طلب أمريكي قد يكون هناك يدور في إطار، أنا أستبعد أن يكون مثل قرار 242 ولكن في شيء محدد، لأنه من يلزم الاحتلال الإسرائيلي إذا صدر قرار، يعني ما صدر قرار 2780 المشروع الفرنسي لا أحد استطاع أن يلزم الاحتلال حتى في اجتياح رفح، صحيح. بالتالي الاحتلال سيكون لديه طبعا ردود فعل مختلفة في هذا السياق وسيقوم باستمرار الحرب وإصراره حتى على موضوع نحن سننهي حكم حماس، نحن سنقضي على قوتها العسكري. هم يدركون دكتور ونحن نعلم، الدكتور عبد العليم يعلم أن اليوم العملية حدثت في كرم أبو سالم أنفاق حديثة، يعني المقاومة أنت تقتل فيها اللي تم في كرم أبو سالم اليوم في المعسكر العسكري، نعم اليوم نعم. اليوم عملية جديدة، صحيح لم تنجح جزء منها طبعا من المقاتلين استشهد، جزء عاد عملية التسلل وراء خطوط غلاف غزة عدو. يعني هذا في نفق جديد طبعا نفق جديد فحرة تم فحره خلال الحرب ودخل في داخل مستوطنات الغلاف، يعني في جدار ذكي، هذا النفق نزل إلى أكثر من 25 متر في الجدار الموجود تحت الأرض، ثم عادوا لهم في الحفرة ونفذوا العملية. صحيح أن العملية لم تنجح كما أشرت، ولكن هذا له دلالات أن المقاومة حتى وأنت تقتل بها لا زالت مستمرة. اليوم تقرير أيضا أمريكي قال أن لا زال في رفح 12 ألف مقاتل، 4000 مقاتل لحماس من أصل 12 ألف، وهذا طبعا معلومات أيضا عندما يقولها الأمريكان لا يقولونها عشوائيا، هم لم يقول أنهم قتلت 8000، قالوا بقى 4000، إذن قد يكون جزء منه انسحب، جزء تكتيك. طب مع إطالة أمد الحرب المقاومة لديها المقدرة على في أمرين مهمات جدا، أن الشعب الفلسطيني كلما طال عليه الأمد تعود على صلابة الحياة، تعود على صعوبتها وتجاوز كل هذه الأزمة. في نفس المستوى المقاومة تطور من أدواتها في مقاومة أقرب لحرب الشوارع. اليوم غزة تحولت إلى ركام، الركام سهل من خلاله أن تعيد فحر أنفاقك، والاحتلال اليوم لم يكتشف شيء من الأنفاق، يعني حتى الأنفاق العميقة لم يصل لشيء منها، وما حاول الوصول إليها في جبالي أو في رفح كان كمينا لهم، وبالتالي قد تعود الأمور ستكون أصعب عليه. أنا حتى لا يعني لا أخذ الوقت كثيرا على الدكتور عبد العليم. دكتور عبد العليم، يعني أنا دلوقتي بأضع نفسي أو بحاول أضعك. نعم.
في مكان تحديدا بنيامين نتنياهو ولعزب الله يعني ولعزب الله انه انت حط لي في اي عده يعني مؤقتا في هذه المكان في هذا المكان وكل هذه الظروف المحيطه بك بما فيها اللي كنا بنتكلم فيه من منذ قليل بانه حتى الحليف الاكبر الذي لم يتخلى في لحظه عن اسرائيل مضطر دلوقتي انه يعني يحاول ان يصطنع مسافه كما الولايات المتحده الامريكيه انه يروح لمجلس الامن ويجيب قوى دوليه تخاطب او وانه حاله الاحراج السياسي بتزداد في واشنطن وحاله الوضع الانتخابي بتزداد حرجا على الرئيس بايدن وداخل اسرائيل انت مش انت نتنياهو محاط بتهديدات كبرى من الشمال تجربه لم تاخذ حقها من التقييم في الاشتباك المباشر مع ايران معسكر المعارضة ومعسكر الحكومة تداخل شديد جدا غير يعني معروف ولا مضمون لما يجي زعيم المعارضة لبيد يروح الشمال وهو الذي يدعو إلى الحرب يبدو أمر للمشاهد الخارجي مش مفهوم هذه معارضة ولا حكم متطرف ماذا لدى نتنياهو من وسائل ومن أدوات الآن يعمل إيه يعني يكمل ويرفض المبادرة ويكمل الحرب هل عنده قدرة النهارده احنا في اليوم 244 الشهر التاسع هل عنده هذه القدرة للمواصلة طبعا يعني لا يمكن ان نكون مكان نتنياهو ولكن مع ذلك نتنياهو ولعزو بالله انا قلت لك طبعا بلا شك طبعا لكن نتنياهو لديه في جعبته حتى الان الكثير يعني رغم المأزق الداخلي والدولي لأن حتى حليفه الأكبر والدعم الأكبر لهذه الحرب الإجرامية حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها المبادرة أو المقترح الأمريكي هو استثمار لفشل نتنياهو لأن لو كان نتنياهو قادر على حسم هذه الحرب وتحقيق صحيح. الأهداف صحيح. الإسرائيلية وتحقيق الأمن الإسرائيلي لما تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المقترح المقترح الأمريكي هو استثمار لإخفاق نتنياهو طيلة هذه الشهور وفي نفس الوقت الاعتقاد الأمريكي الراسخ بما لها من عيون وأيادي ونفوذ في المنطقة أن أهداف هدف نتنياهو في النصر المطلق على المقاومة ده هدف عبثي ووهمي ولن يتحقق بدليل أن 8 أشهر مع منظمات مقاومة صغيرة لا تملك لا طائرات ولا دبابات ولا حتى مدافع ثقيلة هاون يعني أقصى مدفع هو مدفع الهاون ومع ذلك حتى الآن متعسر في تحقيق أهداف وبالتالي هو عليه ضغوط دولية وضغوط داخلية لأنه حلفائه من اليمين المتطرف يقولوا له بوضوح كده أنه لو دخل صفقة وأنهى الحرب سينهار الموضوع ده ومع ذلك هو حتى الآن عنده نقطتين بيلعب فيهم النقطة الأولى هو أن شعبيته بتزداد مقارنة بخصوم السياسيين مقارنة ببيني جانتس مقارنة بجالنت أو بنفتالي بينت أو يائير لبيد يتفوق عليهم بعدة نقاط 5 نقاط بالنسبة ليائير لبيد أو 4 وبالنسبة نفتالي بينت حوالي 4 نقاط وهكذا فبالتالي شعبيته تزداد ليه؟ لأنه في رأي قطاع واسع من الإسرائيليين أنه الشخص المؤهل لقيادة إسرائيل الشخص المؤهل لاستمرار هذه الحرب ولكن في نفس الوقت أيضا لديه ورقة أخرى هو أنه بيكتشف أنه لما بيقاوم الولايات المتحدة الأمريكية ويرفض مقترحاتها أيضا شعبيته بتزداد لأنه في بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي هو من الرجل الذي قال لا لأمريكا فبالتالي نتنياهو الآن هي صحيح تبدو أنها المعركة الأخيرة أنت فاكر الفيلم القديم اللي كنا شفناه كده ذا لاست ساموراي بين هو المحارب الأخير أو المعركة الأخيرة اللي بيخوض فبالتالي بيستنفر كل قوته لأنه ليس لديه ما يفقده لأن هو كده خاسر في جميع الحالات خاسر إذا استمر في الحرب على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي عندنا 100,000 عنده 100,000 مهجر مش قادرين يرجعوا بقالهم 8 شهور وده عبء اقتصادي ومالي على الحكومة لو استمر على ما هو عليه في التصعيد يغامر بالدخول في حرب ضد حزب الله
ومعروف كل التقارير بتأكد ان حزب الله لديه 150 صاروخ من طرازات مختلفة، 150,000 صاروخ من طرازات مختلفة وقوية، وهو شاف كيف يكون حزب الله قادر على إحراق بعض الأراضي الإسرائيلية وبعض المستعمرات الإسرائيلية. فبالتالي هو إذن هو خاسر فيما لو استمر، ويخسر أكثر إذا ما توقفت الحرب دون تحقيق أهدافه، إلا إذا وجد دعم دولي بحيث أن هو يستكمل تحقيق أهدافه التي لم يستطع تحقيقها بالقوة، أن يعني يحققها بالتعاون الدولي وبالضغوط الدولية وعن طريق المجتمع الدولي، سواء عن طريق تشكيل يعني قوة أممية أو قوة متعددة الجنسيات، يكون أمريكا لها وجود رمزي فيها كما هو مطروح بعد مركز الأبحاث بتطرح هذا، أو البحث كما قلت عن المستحيل عن متعاونين للحكم. يعني هو الهروب إلى الأمام هو سياسة نتنياهو والمناورة والتلاعب بالألفاظ، ودي خبرته كبيرة جدا جدا، لأنه لا يريد الآن لو دخل لو أقرب انتخابات مبكرة سوف يخسر، لن يفوز. وفي نفس الوقت لو هو يعني استمر على ما هو عليه بالتأكيد شعبيته ممكن، صحيح أنه الآن متفوق على بعض خصوم السياسيين، ولكن هو قد يخسرها في المستقبل، لأن أنت عارف استطلاعات الرأي العام دي يعني متقلبة، والرأي العام بطبيعته يعني حساس ومتقلب. دكتور أيمن، وده سؤال أخير لحضرتك قبل ما وده ملف تاني خالص، لكن النهارده أنا لفت نظري امبارح أخبار وذيعات وبعض المسؤولين من حركة الجهاد الإسلامي ظهروا في وسائل إعلام عربية من القاهرة. صحيح. والمصدر مصدر فيها مستوى أشارت له من شوية، بيقول إنه هناك يعني مشاورات فلسطينية في مصر، وإنها يعني هو ما قالش ده بس الانطباعات اللي قيلت إنها تبدو إيجابية المرة دي. يعني تابعنا جميعا أن هناك وفد لجهاد الإسلام، وفد للجبهة الشعبية، في وفد لفتح سيصل، وكذلك وفود أخرى بناء على دعوة مصرية. مصر تحاول أن تنقذ أمرين. الأمر الأول المصالحة الفلسطينية اليوم في ظل هذا العبث الكبير والدماء التي نزفت الطاهرة على أرض قطاع غزة، لم يتوحد البيت الفلسطيني. صحيح. وحتى حكومة دكتور محمد مصطفى لم تعد حكومة توافق، بعكس أنها حكومة أصبحت تمثل مشكلة في حالة المصالحة الفلسطينية، وبالتالي تحاول مصر أن تتحدث عن ذلك. الأمر الذي حسب ما لدينا يناقش اليوم التالي للحرب، كيف سندير ذلك؟ نرتب أوراقنا، لأنه هذه الحرب لم تفضي لمشروع سياسي يفضي للدولة الفلسطينية، فمن الصعب أن ترى أحداث في المستقبل القريب تفضي لذلك في ظل وجود يمين متطرف، ومن رأى مسيرة الإعلام بالأمس يدرك حجم التطرف داخل دولة الاحتلال. الأمر الثاني يناقش هو تشغيل معبر رفح، أن مصر لها موقف، نحن لن نشغل معبر رفح إلا بوجود طرف فلسطيني. طب من الطرف الفلسطيني؟ السلطة يرفضها الاحتلال، ويرفض وجود عودة الشرطة التي كانت بالسابق شرطة حماس. إذن ما من أين سنأتي بمن يدير معبر رفح؟ والأمر لا يتحدث بعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين، هو يحتاج أيضا دعم لوجستي لمن ينظم دخول الناس وخروج الناس. الأمر لا يتعلق في مساعدة، يتعلق في حركة خروج المرضى وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة وعودتهم إلى آخره. بالتالي الأمور تناقش في هذه الملفين. أنا أعرف أن الوقت يدركنا حتى أعطيها مش للدكتور عبدالعليم، لكن أنا أعتقد أن الأمور هذه المرة إيجابية في هذا السياق، وأتمنى أن تصل إلى حل أقل تقدير نشكل إطار قيادي يرتب بيتنا الفلسطيني إن شاء الله. طيب سؤال لك الأخير دكتور عبدالعليم، هو أنت يعني كمواطن قاعد في بيت مش نتنياهو بقى المرة دي، مواطن عربي، مواطن فلسطيني، يعني قعدتك إلى مكانك الطبيعي، تسع ثمان شهور عدوا ودخلنا في الشهر التاسع، هل تتخيل ده كان من الحاجات اللي احنا ناس كتير شافت انها ميزه لهذا العدوان، وميزه ل 7 اكتوبر انها عادت القضيه الفلسطينيه الى الاهتمام، وبالتالي افاق الحل السياسي اللي بنتكلم عنها مفتوحه. يا ترى اذا استمرت هذه الحرب بخسائرها اقل او اكثر شهور اخرى، هل يقلق التعود رتابه ومن ثم عوده إلى عدم الاهتمام بالقضية الفلسطينية سواء عربيا أو دوليا أو إقليميا؟ لا، أنا اعتقادي يا أستاذ ضياء والله إن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لن يعود إلى الوراء أبدا، لأن العالم اكتشف يعني فداحة الاحتلال وفضائح الاحتلال وإجرام الاحتلال على نحو لم يتبين من قبل.
السرديه الاسرائيليه بتنهار. سرديه ان داعش وان حماس داعش وان الفلسطينيين ارهابيين وانهم يعني اتفضحت على اقصى قدر جدا. وفي نفس الوقت يعني دلوقتي بقت قضايا منظوره امام القضايا الدولي يعني محكمه العدل الدوليه ومحكمه الجنائيه الدوليه. وحتى على فكره حتى لو لم يكتب لهذه المحاولات النجاح باعتبارات التداخل بين سلطه مجلس الامن وبين سلطه محكمه العدل او الجنائيه الدوليه، لان مجلس الامن هو الجهه المهيمنه على قرارات المحكمه والتي تستطيع ان تنفذها او لا تنفذها او تامر بوقفها. لكن حتى لو توقف عند هذا الحد، وضع اسرائيل في قفص الاتهام عالميا وملاحقه نتنياهو وجالنت ومحكمه العدل الدوليه تنظر. انت فاكر في مؤتمر في تونس زمان كنا بنطالب بانطباق مفهوم جريمه الاباده على الشعب الفلسطيني. صحيح. الان الاباده منظوره امام محكمه العدل الدوليه. وحتى من خلال الوثائق او الحاجات اللي انا قريتها حوالين الموضوع، انه الركن الاصعب في جريمه الاباده وهو ركن النيه الجرميه او توفر القصد الجنائي متوفر في حاله فلسطين والحاله الحاليه باكثر مما هو متوفر في قضايا اخرى. يعني يقال بالصوت والصوره والتوثيق والاعلام وتقارير الامم المتحده والمنظمات الحقوقيه، الى حد ان في منظمات حقوقيه عامله موقع لرصد التصريحات الإسرائيلية التي تحرض على جريمة الإبادة، ورصدت ما يفوق 500 تصريح لمسؤولين سابقين وحاليين ومؤثرين وإعلاميين وكده. وده بالتالي الأمور أنا اعتقادي أنه لن يعود تأييد القضية الفلسطينية إلى الوراء، بل بالعكس سيتقلص التأييد لإسرائيل في الأوساط العديد من الدوائر التي كانت تقليدياً مؤيدة لإسرائيل، كما هو الحال في الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية في الوقت الحاضر. أشاركك التوقع، سؤالي كان لمجرد سماع هذه الإجابة، فأنا بشكرك أنت عليها. صديقنا العزيز دكتور علي محمد مستشار المركز الأهرام للأستاذ السياسية والاستراتيجية، بشكر حضرتك جدا جدا. صديقنا العزيز دكتور أمير الرخم أستاذ رئيس استشاري جامعة القدس، شرفتنا ونورتنا ومتشكر جدا. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا النهارده، أترككم على خير، نلتقي بحضراتكم بكرة إن شاء الله الجمعة في حلقة جديدة من مصر الجديدة.